تقريبا دائما نقولوا لازم يكون عندنا سكولا تاعنا، يكون عندنا دي كادر ويكون عندنا لاعبين كما قال الاخ محمد. هذا فريق وطني، الفريق الوطني سي يعني سيدي عطال عندما يقول لك عطال يمر بازمه نفسيه، هل ناخذ اليوم الجانب العاطفي في استدعاء لاعب المنتخب الوطني؟ وكان هل المنتخب الوطني هو اليوم ملكيه للاعب على لاعب اخر؟ أنا او لا انا الشيء هذا اللي نرفضوه في كل مره. شاطر وشاطر الراي ما تزيد جيب اسلام سليماني، بارك الله فيك. لازم تسندوا اسلام سليماني، بارك الله فيك. هو لو ميور بيتور تاع المنتخب الوطني عبر التاريخ، لازم نساندوا باش يلقى فريق ايضا نجيبه ويعني نعطي له. لا اليوم ماناش هنا باش نساندوا، هذه يعني رياضه، هنا سي لو ميريت. هذا منتخب، المنتخب سي ميريت، سي يعني لو جوور لو بلوز اون فورم، اللي يقدر يعطيك اضافه أكيد. في وقت محدد. اليوم يقدر اللاعب، حنا دائما هذا واش نقولوا، حنا ما نصدد اللاعبين، هذو كلهم يعني اخواننا، راهم يعني رانا جزائريين. واليوم يقدر مثلا اللاعب الفلاني يكون في يومه، يقدر على ثلاثة اشهر لا يستدعى، ويقدر يعني ما يكونش في احسن ايامه ويخلي مكانه للاعب اخر. مثلا لما كنا نتكلموا على سعيود، سعيود الى فيكتيم دو سا، الى ايتي فيكتيم دو شوا دونترينور، لما كان يعني في اتم الاستعداد وفي احسن ايامه لم يستدعى. اليوم لما تستدعاه في هذا السن تقريبا راك ولو الميريت، مي تقريبا يعني وش راح يدير لك؟ يعاونك.